فاكر يا سرنا هانت أديك يا قرح بلن هاي والله يا باي مات مع ياسمي والله يا سن مهتن والله كم معاني هذا كان قواته جبنا يا دت كان قارك جبنا وقت سؤالها عن كرمنا ورها دسوق سؤالها عن صوت ديارنا يا مدير بيان كان كسوق أي شيء بروه ويني وين يدقيستا بديا صفرة من سؤال بديا وان شعر وين دمغي سامنا تم اوكي شو كم عاني هذا مخت مدير متي نوت ياش مدير نوت عارت هذي اسمين انت ايوه يا هلا اسمين انت وانا معانين الله يدو هرت سؤال شن سجال شن قوي صار نقطة نقطة لكن أنا توابي هذا قف هل تقف في سكولة شيء جميل لكن هل من الشروطة سؤال شن هل قالوا بمس القرية تلفون كان كتوابي إنسان ما قرأتين قف والبناء أنا كده جاي سنة يا ولا تلفون كعتلة ضوء سعد ولا جاي سنة هنا سيرست تسوقها حدين ما قرأتهم وحالا سينا يا طون قفا تانس كلا سينا يا اما شان ليش قفا دي ميلاز هدي ديدان ليش اس قفا سمين وايان انا كتواب ايان واو لما تصياحنا سيار قفا انك مقاما كنا موقتين ليش قف كبض انك متواب ايان ليش قفا دي تواب تقرن وايان انا كتواب ايان لكن منا من لما مقشينا يا انا دقي سينا يا فانت اوكي واحد سيطان هل كاسنا واحد اكلي اه يعني شروط وحوية هل كاسي سلوكو سوقرين واحد سؤال اه mid ku soo qoray blog aan saaraya ama aan dhil gareynaya ma garateen way fanti way lateen siman diini dhilla way ugu haysa soomaag maalayda fursad u yaab dhawr sartan iyo daawarka halkaas lagu soo qorin su'aalaha jawaabahooda intaas oo codsi ah yaani codsi ma aha waa amar kitaabka jaamacadii ku soo qoro ugu wallaahi waxa inaan blog saaray ugu wallaahi billaahi ma garateen din jaarta ali blog aan mudan blog war hadu wax ay tamaaya ha ay tamaan markaan arkaa ana blog ku xiga ma garateen waa dhamaata su'aal baadu ke baadu qos la yaa maxaa qos la isaana sima waxmana ha qoslin adiga hal chance aan ku waray kitaab ku taam wallahi billahi talla ayar oo dambe hadda ku arko wallahi blog saaraya oo cali xunta meesha ka cayti mise hadda mar ku cafay waxaan ku tahay inaan qoraalka akhriyo oo qadas jeeda ha ha qolaha asal badan aan maqla jiraa la soo ayaa gadda sheekada dhageysta dhageysta hadda su'aal walba jawaabtooda moobilka meel aan ahayn hadaan ka maqlo blog ayaa qana dadka sanjeedina wase waxaan weydiinayaa su'aal diini ah quraanka ku saabsan oo fudud ba dadka dhan way yaqaanaan inta badan oo ina wada maqleen dhageysta imisa aayadood imisa suuradood imisa xarf ayuu ka kooban yahay quraanka kariimka su'aasha kasoo jawaaba keli a moobilkaasa loogu soo jawaabaya kitaab jaamac waraaqad yar hadaad soo qodhaan halkaas استبين من انا دغيس تيرني سو سو واحد عاي ادي كاب هبونا ادي كاب كنت على حتى سؤال تواك في هضانك اركو وعل بان هو وعل باي دلي هدي انا بلوك صار استنجدني نوز انا دا انسان ارى رام سنا كاك فنا اه واكن متك غوري انا بدي نسال هلا ارت سوبر هل كان اكو خير رسمتين انا كان بحياتي هلا السلام عليكم هي هي سؤال كانت من هي سام هي صورة طيقة بلو ما war hada hada waxa sheegaysa magacooda horta hor mar suurada iga bilow inta suurada quraanka kooban yahay horta ana su'aalaha ku weydii haye imisa xaraf baa ku jira quraanka
هي سم هي إمي سا آيات وهي ور هذا آيات حرفك كل دوينه إمي سا آيات هذا قرآن كتيره آيات راح أنت أسوي هي هي حرفنا سلام اوكي نوري هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا وحا سؤال يعني جوابي هذا يسوع صح؟ حتى كان اي بلوغ يا كويري انا هذا هذا ماشي يا كويري واح كشيك بلوغ يسار بكاس ايات ليبان بلوغ صار ليبان يا كويري ماشي واح كشيك وحلق مسيك وقرالك ابو معلمك تليفون كتير يشيك انتهى ايات بقران كوكومين هاي ها سو 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 ماي ماي ترتيب 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 هرتا عن قرأ وح ترتيب بس لا رح ما رح أنا وح أنا هي كلها كمبيوتر وح عن قرأ بالترتيب هيكو عيد ود إيش يقطي واحد إيش يقطع مركا واحد إيش يقطع عيد هن ما دي وش يقطع مثل صورة سوق مركا ولا لمعان هي عيد أنا أي والله يقرون ولا معناها أي سك 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 ولا على معنى قف بن نفتي إيه كان بلاغة كيف يقف قف كاي واحد ستة مرك أنت حرف وين مدرينسن أي ولا ألقي معنا هذا أمها تسنتهاي سيدو ناكسن أو إلى صاحي هذا أمها تسنتهاي فيري كمال ياك يا كان صقر أنا هل كان قفك آيات كصقر ولا بلا بلوغا يا قانم سمسي دينا وصلا عرواكي عر 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 عرواكي قرآن أما سؤال شواكي لها كان صقر عر ننجين ولا ماشا أنا أم بس نجي دينا وصلا بريا ما تعالوا ديمقراطي بيا للديكتاتورة أي وكوكي صدحات وفيري صدح قول بعد أي والآن كلام حلو رجعني ثاني ساعد ونروح على البيت نكمل كلها الله هنا سود هاي انت حرف القرآن كوكبين هذا هذا البيت نفس سؤال شو أنت أنا أصوع على من هنا ليش كسرت أنا أصوع على والله ده وا سوغا سوغا كي بعد جيني خلاص يعني كو بنان تاع سين جاب على راسه اها قف قرانك اله جرن اي متر قف والبن عي وا غرانايا ور هي دها ما هي خضن ور هي ده ما انت تويت طيب كما ولا جرن ويدين اوكي سعود عربي يا ما دوك قرانك قرانك يا مرض السلام عليكم هلا سعودي على ذي حتى وانا قبل ما انت ور عيدا واقول هلا هات الجواب هات كاكو سوبر كي انت هات انت عصبا هلا هلا ور أديك سؤال سؤال مو هاي سام ور تكال مشكان سهي سواع تانك سواع لان سؤال كذي ورانك انت حرفك كويه
يا عزب. يا ايه محاتري صومالي تريد ما تخاف حرف حرف سويرة ترى غا كاخل دانا حرف حرف سويرة انت شاكع 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 انت تقصب لضاء يقص لسا ترى ترى من سويرة حرف 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 سويرة وقرانا حتى تيري حرف كوا تصب لو هي حرف حرف سويرة فهمت؟ هذا كله هون سومالي حتى ترى سيدا لسكو حريري متخافه شيخ كلام عن نتيب ياكو يا هاكا نكسوك صورة ياكو شاقاي بلاغا تاتين جيدا دوز عني فلن فلن يا بريا بريا ما قانا ما شان هلا السلام عليكم كار هذا ما هيسن سومالي يصوعا ونصوعا قد بنا يا وايد يا وايد كرسيام يا وحنا مثلا شو قفل بسؤالش انا قراي وحنا صوت شيقي مي عسن انا شو شيقي ما فهمتين اولا اولا السلام ورحمة الله وبركاته يا اوكي لحن الكول مارتين يا دماتي لح كول باندا هاي هلقا جواب لح دي وي دمات ما قراتين سؤال جوابت ده انا ادي شيغا يا مكا كو ده ها قرآن كحربين سوحاوية وككو بني وحاوية صدح بقول الله تن يا صدح كن ليش بقول يتضاعت عن برضه هرتو صومالك صدى الله وش يريه نمبرها تعال صرتكو وين أدبرتان صوتوا أم ترى صدح لا ليش الحرف أه وصدح لا بقول كن أه بواحد هيا صدح كن يعني سكرين صومال مين صلا إيش صار يجين كعلى هرتان حقلك شنو كنت حزنان جدين برضه حرفها صومالك حرفها ما ترى صومال صدى الله وش يريه برضه هرتكو بعدك تعال ما يبان معاهم كون بان وضع عنك أنا محاق عنا سكات صورة جيسة جمالا وحن سورة كوية هي بقل يعفر يتون سورة دول آياده هنا وحاوي ليش بقل لغاتن إيه ليح كون شباب تعدان خلدي هديك لب شيخ عمك سوري آيه لما تانا آه راح يدان صح دي ليح كون لغا بقل لغاتن ليح أنا شيخ أنت سوري يا شاتم أنا لا ما هز أنا شيخ أفكي سان كأنه حي يوم قليل ما قرأت أنا تلي وجود بنايا ولا أنا ولا لا أنا لا ما تري نعم تاكنه بقى أنت قرآن قبل بوايا قانا صورة ذا أنت يجين ما فهمت أنا حرفا ما تري نعم ما قرأت فكان شيخ أنت سوري شيخ أقرب صدى صح لكن أنا أوصل أرض عمي تاس وأقرأ نعم هذا القوية قفك سواها الارت النيد ارت كين تنك بلوغ ياس من قرار قرحون عدو جيد معي البحر والدنيا بتدفع الصمالي ما هتسند ولا لمعا ولا يبلوغ فرح تعال انت ندتك الامر ما ينفين كاس ايو صبحات شاكا كلا مع سما بباي فرطا ياكو صوتي راي وعاكا قرآن كمواتقاني سامي ولا انا هاتي ديك يستوى رايان انا مران هاي لاي مانينا انا لا شيخ انتو ايه كاني انا انت شو يشيغ ولا لمعان قصدي واحد يشيغ انا اركز بلوغ ايا قانا حبل ايه يشيغ انا تاغنا ايش اللي انا تلفون كفر ايا وحانا هي بوش وريرين انا ويدا ما شوش انا بكتوا ايا حقا رفا انا عطاها الشام وخلطون طينا ايه لذانا دوري وشيخ انكو سوريين جيس لامر لا شيء خلاص لا بو أوكي سؤال الدنيا ونو وريج يا هر حلال معنا إني مدينة يا شو أفكس لكن واحد وضم بينا يسا
وضمبي برمانش كما كان جبل جبيهيو حتى عقب بعدها كوات صلاة كهرباء أنيقا با شيخ أهيا وكو هستا أنيقا كوا دارك هكو دمي دابا دالا ما هتسنى بايقا قاليا ما هتسنى بون يا سيدي تستغفر الله حتى ديك الدين مش ربنا وكو يا خانا ديك هدي أنكو دوه وأنكو تعلاه محاكو ديلاه وحاكو ديلاه عدي xuyre cadde ku dhaale waa mahadsantaan ku dhigilaa walaale aniga laftigayga waan ku jeclahay waayo waxaa daamay wii walaalkaya oo garabkayga umna soomaali waan isku ugu jeclaata marka aada u mahadsantaa anagu ku jeclaan ku dhigilaha kasoo kow astaanka calankaaba ku haysataa yacni ahaan profeelkaaga taasna waxay yacni macaan kale sidina siinaysaa yacni wadaniinaha islaamahayno dhan kalama sheekana midkasabal muxuu karabaa oo dadan da, waa blogna heedha haddaa cay diidayso maxaa meeshan ku keenay geesinimadaa meesha kusoo fadhiisatay naya layla war dheere wey layla war dheeraay horta dhigayso aan wax kuu sheegee qofka sidiisaba isagoo xabad haysta yacni xabada ma aragta yacni xabad maramahayaa waa xabad xabadaheedii ku jiraan isagoo haysta oo yacni qof ku dhufan karaa dhaa ku siin kara kaw ka siin kara muxuu dhibaaxa kala dooni yani waa qofku waa caaya maxaa saarita maxaa maxaa muran kala doona oo blog saarto asaga naacisay ugu gudbi kara laakiin jeeda wogaa wase facebook adu ma taqantida ana macalimad ka ah nini layga tayo soo toor raxa naga bixin jeeda wogaa wase wacliha aadha ma tada shaka maxaa abdullahi cadi wuxuu yahay fariid baa tahay wacde bala ku degtay faraha ayanka baa laygaa ku siiyaa فرنسا لا أستفهمنا أفك سلابنا واو واو ما شاء الله الحكم ما عرقتو هذا ما تنطعي شو إيش كراي ما نيسا ما ضال راكو رفتان مش شفين صومالي أنت والله استعمال كرا لكن أنت بدل صومالي أنا هي حتى شفين صومالي خليك أنا كورهم وايد ضدك صومالي ذا وين خصو صومالي يا قنام سو شو إيش سوي waxaad haysataa boqol kun oo yani lacag soomaaliga ah shilin saad u taqaantiinba iyo kun iyo shilin shilin kun waa la dhaa wax saas ah waxaana lagaa rabaa inaad boqolka kun kun ku waraabiso boqol neef oo lacagtana aynan wax ka ahaadin xoolahana sasa neef qadin abadan waxayna kala yihiin geel adhe iyo lo halka neef geela wuxuu ku cabaayaa shan kun shan boqol oo yacni shan kun oo shilin yacni shan kun oo shilin aqaan sida orta qaantaan adinkee shan kun oo shilin aan dhahaa walaalam soomaali lacagteeda ma kala aqaanayaa shan kun oo shilin waa kitiro waxay tahay waa magaranaya aniga halka neef ee adhiga ahna wuxuu ku cabaayaa boqol shilin halka neef ee lo-da ahna wuxuu ku cabaayaa laba boqol oo shilin haddaba siday isugu filan yihiin boqol shilin yacni halka neef ee lo-daan ahina wuxuu ku cabaayaa laba kun oo shilin haddaba siday isugu filnaanayaan boqol neef iyo boqol kun waa sheeko macaan ani laftigaygaa maskaxdayga wareegta su-aasha ba hayaya jawaabta tiihiisay baa maskaxda ka wareegta khaladaama akriya leylo waraab maxay tidhi sugsugsu leylo waraab allah oga estab alla maan badane bloo qaado iga daandiqniqdaada yasmin walaalo wiilka xaafadayda ugu yarba aad ku jecel anna waan jeclaa u sheegno gabadh soomaaliyeed oo xanuunsan baa tahay allaa dartii baan kugu ducaynayaa allaa caafimaad aamiin maanta madaxa laiga haya abu iisa duce waa ubaana duce
وراني شاكلا على تبوني نعم فهمت نتكلم عن هنا أركان التجارة أو تلاقي